it, man. تخيل ان في ناس بتعدي 13 ليفل في 3 دقايق. في واحد عدى سيزرز 1 الكسبان كان 3 دقايق و12. طب ادهم ادهم هو مين اللي بينط على البتاع 4 مرات دي؟ مش انا بس تقريبا انا انا بعملها وان شوت كل مره. بص يعني انتوا بتعملوا ايه؟ انا بعمل كده. انتوا بتعملوا كده؟ انا عملت كده. بص يعني انت لخبطتني. انا عملتها وان شوت جيت وقفت يا عم ادهم. انت وادهم انت ادهم بتقف على الواحده اللي فيها تلاته احنا نطين تاني. لا انا ما بنطش تاني. انا بنطش. انت حاطط ووكونج بابلينج؟ ايوه انت. انا قفت اشغل في واحده. انا قفت اشغل في واحده اللي انت كنت قبليها كده. يلا نشوف مين اللي هيعديها الاول. ما هي دي وحشه. 100 دولار اللي يعديها. مع نفسك 100. انا اعتذر لفورتنايت بس ما ينفعش. انا اعتذر لفورتنايت لو ما عدتش ليفل 2. انت كده تعديه يعني. فك زحلقت ماما. لا رينات واحدة وقفت عند اخر زفت. فك فك. تعالي خليكم معايا. يا ادهم ده اللي بتعمله ده؟ انت عملت بس مايك. هعملها ماوس كيبورد بقى وفرغها على الحرفنه. صعب قوي الكنترول على الماوس كيبورد. اربع زراير عشان ترجع ورا قدام وشمال. اي عدى يا ادهم. ما تقعدش تنط على واحد 14 مره يا ادهم. انت كده بتخسرنا. انا مش عارف العب ليفل 3 والله. هم الخرب حرام. مش عارفة اعدي ليفل 3. عم صعب قوي قوي. يا رب يا رب والنبي يا رب والنبي جيبه يا رب لو سمحت. حرام. هو كل ده في الستيم؟ في حد في فيور؟ لا حظك يعني. ايوه يا لؤي بقى. كنت هعملها يا لؤي بقى. معلش اوف كنت هعملها. والله يا ريتني كنت في ليفل 2 والله. احا اخر واحدة ايه؟ بنتني عشان اعدي الليفل. هي ليه اخر واحدة مش بتتعمل؟ ليه؟ ليه اخر واحدة؟ لازم ترجع لورا خالص وتنط. ده انا لزقت في الحيطة. ما هي مش في الحيطه بتبقى يا ادهم. انت في الاوائل. انا بقى ادهم بغلط فين؟ ادهم عند اخر واحده. انا برضه ادهم. انت غلطت هنا ادهم. لا يا عم انت كداب يعني. كنت مستني واحده. كنت مستني واحده. كنت مستني واحده وكنت هجيبها خلاص. يعني عديت اول واحده ونطيت على تاني واحده جاي اروح على الثالثه موت. عارفين انتوا جليش ده مش بيقدر ينط.
يا لهوي كنت تاني واحدة تاني. هما تلاتة لو كان فاضل اخر واحدة وعدي. ام الخردة يلا السوبر زي هناك سيدز از واتشينج ذا ستريم تخيل. واستعان بصداقة من نيس عشان يعرف دي معناها ايه. Your mom was fucked on my dick 4 times. يا عم برضه كنت تاني واحدة لتالت مرة. يا رب يا رب ان شاء الله ان شاء الله هعديها يا رب اعديهم كلهم يا رب واكسب انا البتاع. بس لا مش هعديها المرة دي. هي عبارة عن ايه؟ اه عن 3 اه عن ايه عن ايه؟ لما اعديها بقول لك. اه تلج وبتاع. انت مش عديت لي ليفل 5؟ لا بس نسيه والله. لا فور هي الاصعب واحدة هي البوستر والتلج دي. ارجع ايوه ايوه يلا اجري عاش. بص بقى ايوه افتكرتها. ايه ده كنت هعديها على البتاع ما تعملتليش الايس. ما انت لازم تنط لازم تنط. بص 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 عليا. لا دي انا مش هعملها انا متاكد 100% اني مش هعملها. بص وانا دي سهل قوي على البي سي. ارجع ورا كمان ارجع ورا كمان سنه اجري بقى ونط عاش. جات لي جليتش النط احا قاعد بتفرج على النط انا بعملها ازاي. بص يا ادم بص يا جماعه هعملها ازاي. بص يا عم كنت بغير واحده عدت لي ثلاث واحده كنت فاضل لي نط واقله بس ما قلت انسى. انا لما بنط بتاخد في اخرها لما تبقى في اخر. لا ما انت ما ينفعش تبقى هنا ادهب ادهب انت عمرك ما انا مش هتعملها صبري. شوف قلت لك مش انت جيت على الكورنر لازم ارجع ورا خالص. اه لا لازم بص تعالى وانا اوريك تعالى انا اوريك ازاي بتتعدى. اه حرام حرام حرام. اجري جامد بقى صح؟ لا مش هتعرف العدو مش هتعرف. لا 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 انا عرفت اعملها بس عشان انت عديت قبل ليا في الايس ترابس ما اتعملتش. ايه ايه ده بقى خلينا نعملها. صدقني مش هتعرف تعدي التالت ليفل. شوف وصلت للتانية. انا بقى وصلت للتانية ثلاث مرات والتالتة مرتين. اه شفتك يا ابن المتناكة اللي امك السيزر يا ابن اسمك مقص يا ابن العبيطة. اه مت عند الاخيرة. ما يا عم جات لي جليتش النط دي بقى. وانا برضو وصلت الاخيرة. استنى وطبعا وصلت لتاني واحدة معرفتش اعدي.
وصلت لاخر واحدة. انا وصلت اخر واحدة 3 مرات. انا وصلتها مرتين. خبطت في انا وعاصم وعبد رحنا لمونتريال ايديت كول. وصلت لايه؟ مونتريال يا ابني الستريمر ده بتاع ده عمل ايديت كورس. مازن از ناو اونلاين. ام القرف ده يا جماعه جات لي جليتش اللي بتاعت الايس ترابس. ايوه والله. نعم يا ماما. نعم ايوه ما انا بيتنا. يا عم جات لي نفس جليتش النار. مش عارف دي ازاي جت على بال سيزرز. وازاي عمل لها وان شوت اصلا؟ ما اكيد عمره ما عمل لها وان شوت. هو كيكو بيحط من غير ما يعمل. لا طبعا. انا قتلت ادهم. اخيرة! انا وصلت الاخيرة 3 مرات. وانا 4 دلوقتي حرام. انا الله يهنيك. برضه جلتش النار. انا قتلت ادهم. تعالى نقعد نقتله. جات لي ام جريتش النط. وصلت لاخر واحده؟ لا قبل الاخيره يا كذاب. الثانية يعني. وصلت للثانية. خامس مرة. انا الثالثة مرة صح. جلتش النط تاني. بص انا هقتل ادم. بص يا عيني. ايش ما انت مش الدم مش ازاي. بعد ايه يا ابني كلنا انا قتلتك 7 مرات. الاخير. يس. ما تحنا واحد. انا وصلت لاخر واحدة. خسرت عند التانية. برضو جليتش النط. انا 5 مرات 4 مرات عند التانية واربعة او خمسة عند التالتة. انا 7 وفي 5. بقوا 5 و5. ايه بقوا 6 و5. انت الكورس ده اساسا من غير ايس مستحيل مستحيل تعمل المسافة دي نط عادية. لا عادي. نعم عادي عادي. لا انتهى في ده بولت مش هيعملها. اي دخل في كورس كده في الحقيقة ولا عملته تاخد 1,000,000 دولار. بس يا عم خلاص كنت بهزر. انت اللي هبل. او فاك. ريلي ولا بوسي. خلاص يا جدعان بقى. جبت لها حقك يا ولاد الوسط. انا مش برد اون تايم. هي دي المشكله. وصلت عند اخر واحده.
تخيل كل دي كلها حسب السيزون. انا بجلتش النط. بص نفس جلتش النط نفس جلتش. الو الحمد لله. يس بص انا هجيب لا انا بدر اموت واجيبها. يا رب يا رب يا انا نفسي اعرف اي انا ليه بنط عند اول واحده مش بتنط اساسا بتطلع لفوق. يا عم انا كمان ما انا زيك برضه جلتش النط مش بنط اون تايم. انا هفضل اسبام اكس. انت بتشتغل معاك اشتغل ايه يا عم انا ترت. بص وصلت فين ما انت حلو اهو الاي. بص بقى انا عندي اول واحده مش بتنط اساسا. ثالث واحدة كان ايه ده يلا انا نزلت عند تاني واحدة بالغلط والله ما انا ما عملتش حاجة والله ما انا يا سيس فزيوات من بناك. ايه ده السلام دي مين ده اللي بيعمل ايس سكيتنج تحت؟ بصوا انا هجيبه صبا يا بني تاني واحدة. انا هسيرش على يوتيوب هاو تو باس مش ممكن كل حاجة. البنت مش طبيعية فساتين نفس جد بس ادم ما تهزرش معايا ما تهزرش معايا. I'm waiting for you. تالت واحدة واحدة انا دمي مين كده تالت واحدة بقى حرام تالت واحدة 18 مرات. هوب جالس بالهرب. ما تيجوا كريتيف عليا ليش النط تاني يا عم انا عديها الاول. بص جيتش النط انا زهقت من جيتش النط انا مش هروح احرق دمي الصراحة على جيتش النط لان انا عندي جرافيكس على الشاشة. يلا يا جدعان انا ما بكتب كريتيف يلا الهب بتاعي لا خشيلي انا عشان انا عندي بتاعت فيها كل الاسلحه بتاعت فيها كل الاسلحه. لا يا ابني انا عندي بوم بوكس كمان تعالى احلى بتزحلق جوه كلنا زحلقت على بتاعتي جوه زحلقتي على بتاعتك. استنى انت استنى تتحط فين يا ابني ليه انا عارف هو فين. انا بحب البومبايه الزرقاء حاطط اخرس خالص. انا بتاعتي اللي كان فيها كل حاجه يا حبيبي فيها كل حاجه فيها سايلنسد. ايه ده بس عشان انا ملجلج مش عارف ايه اللي حصل. ولابس حبكوا عالي صح 800 دلوقتي 1200 1000
يا هو بقى انت ده صافي، ما كنت بتستنى بس لحد ما تقول 600 600 600.